اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مشاهدينا الكرام، نحييكم من هنا من رحاب مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح. مشاهدينا الكرام في كل مكان من أرض الله المباركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول أيضا: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله تعالى أن يعيننا على الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال. مشاهدينا الكرام، كل عام أنتم بخير بمناسبة استقبال شهر رمضان المعظم، كما نوجه عناية حضراتكم إلى أننا بدءا من غد إن شاء الله سوف نلتقي مع الملتقى الفكري الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف على مدار ليالي هذا الشهر الطيب المبارك، والذي نلتقي فيه مع زمرة من علماء الأزهر الشريف. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. والآن يقام للصلاة، والتي سيؤمنا فيها في صلاة العشاء فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب هذا المسجد المبارك، وسوف يؤمنا في صلاة التراويح فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل لهما السداد والتوفيق. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ساعة دكتور، حط له عصاية يا فندم، امسكوا في ايدي، امسكوا في ايدي يا مولانا. ازاي؟ حقا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله، سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا ولا تفضحنا، لا بين خلقك ولا بين يديك. استقيموا واستووا.
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر يا الله حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلاة القيام. أثابكم الله. الله أكبر. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. سبحانه، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على خاتم الأنبياء سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله،
إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدى إخوانكم هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة صلاة العشاء والركعات الثمانية، الركعات الثماني من صلاة التراويح. ونحن ننقل لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه صلاتي العشاء والتراويح في هذه الليلة الكريمة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، يحضر معنا جمع غفير من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواد مسجد مولانا الإمام الحسين. كذلك يحضر معنا كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني بالوزارة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى كلمة العلم بعد أن أدى فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت الركعات الثماني لصلاة التراويح. نستمع الآن إلى كلمة العلم من فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين تحت عنوان الصوم مدرسة الصبر. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وأنعم وتحنن وتفضل وتكرم
على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي صلاة ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، إنه ليطيب لي ونحن على ضفاف شهر رمضان المبارك أن أهنئ الشعب المصري بقدوم هذا الشهر العظيم قيادة وحكومة وشعبا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل رمضان في هذا العام رمضان الخير والتوفيق والفتح والسداد والرشد والصواب لمصرنا ولسائر بلاد العالمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، إن الصوم يعلمنا في مدارس الحياة أمورا كثيرة، ومن أهم هذه الأمور التي يعلمنا إياها صوم رمضان الصبر والتحلي به في كل أوقات الحياة. نعم، ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الفضيل بشهر الصبر. ففي صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر الفضيل بشهر الصبر، فهو بحق يعلمنا الصبر على مشاق الحياة ومتاعبها وعلى أقدار الله جل وعلا. والصبر كما يقول أهل العلم ثلاثة أنواع، وتلكم الثلاثة يعلمنا إياها صوم رمضان: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله جل وعلا يعلمنا إياه صوم شهر رمضان، حينما نصبر على طاعة الله جل وعلا ونصوم هذه الساعات الطوال التي تزيد على العشر ساعات بأربع، نتحمل ونصبر عن الجوع والعطش، كذلك نتحمل ونصبر على طاعة الله جل وعلا في أداء الصلاة في أوقاتها وفي صلاة العشاء مع المسلمين، كذلك والتراويح والقيام والتهجد وصلاة الفجر مع المسلمين. فرمضان يعلمنا أن نصبر على طاعة الله جل وعلا، نعتكف في بيوتنا مع كتاب الله جل وعلا قراءة وفهما وتدبرا، ونتسابق ونتسارع في ختمة واثنان وثلاث وأربع، نجلس على مائدة القرآن نفهم ونتدبر ونقرأ ونخشع ونعمل بالقرآن الكريم. فالصبر يعلمنا أن نصبر على طاعة الله جل وعلا، كذلك الصبر يعلمنا أن نصبر عن معصية الله جل وعلا. فحينما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا ومربيا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الصيام يعلمك أن تصبر على أذى المؤذين وعلى حقد الحاقدين وعلى كيد الكائدين، يعلمك أن تكظم الغيظ وأن تصبر عن الشهوات والملذات وعما حرم الله جل وعلا. فالصيام يعلمنا الصبر على طاعة الله، كذلك الصبر عن معصية